يعني زينب، بعد هالتقرير يلي شفناه، القهوة هي مميزة، هي السمراء الجميلة يلي بتخلي العالم كله مصحصحة ومبسوطة. خاصة إذا كانت أداة للرسم وللإبداع، وشفنا هي الموهبة بحمل عم ترسم بالقهوة. يعني دائما في إبداع سوري بيكون بصباحنا، غير صحيح. عم نسلط عم نحاول نسلط الضوء عليه. يعني تحية لإله، للفنان، على هي الفكرة وعلى اللوحات. صحيح زينب، أكيد تحية لإله. رح نروح للسند، وهي اللي قدرت رغم الصعاب والظروف اللي مرت على بلدنا سوريا تثبت إنه قد الحمل وتكون جنب زوجها وأخوها وعائلتها. هي المرأة السورية، وكرمالها اجتمعوا شباب وصبايا عمرهم تطوعي بفعالية خبز وورد اللي انطلقت أمس. رح نتعرف أكثر على هالفعالية. طبعا بصيرنا نرحب أكيد بضيوفنا. سالي، انطلقت امبارح خبز وورد بجزئها الثاني، وأكيد لنا ناخذ أكثر تفاصيل عن هالفعالية. بصيرنا أنه يكون معنا لليوم محمد جدوع، المنسق العام لفريق عمرها التطوعي، ومحمد فطايري، منسق قانوني بفريق عمرها التطوعي ومسؤول الأنشطة والفعاليات. يسعد صباحكم وأهلا يسعد وسهلا صباحكم فيكم. يا رب. أهلا صباح وسهلا الخير. فيكم. يسعد صباحكم. طبعا صباح سوريا، بداية امبارح كان احتفال بيوم المرأة العالمي. دائما شباب وصبايا بكل فعالية لهم دور انه يحققوا شيء معين رغم الظروف اللي نحن عم نعيش فيها. خبز وورد اثنين، خلينا نحكي عنها، شو الجديد وكيف ربطتوها بهيدي المناسبة؟ فعالية خبز وورد اثنين نحن هاي السنة نساويها للمرة الثانية، هي تحت رعاية وزارة السياحة. هاي السنة نحن قررنا يكون المسير مختلف. نحن السنة الماضية عملناها قدام كلية الاقتصاد بالبرامكة، هاي السنة خليناها بالشام القديمة. ليش نحن سويناها بالشام القديمة؟ شفتوا بالفترة الماضية انه كان في قذائف الشام، الناس ما عم تسترجي تمشي، الناس انه خايفة تطلع. لا، نحن اصرينا انه نحن بهذا المكان اللي الناس عم يقولوا انه في قذائف وما في حياه، لا نحن بدنا نسويها بهذا المكان عبر خط نحن حددناه لنوصل لخان اسعد باشا، لحتى نقول انه نحن عايشين بهذا اليوم والكل حيشارك معنا. وفعلا كان هذا اليوم امبارح كثير حلو وكان المشاركه كثير كبيره. محمد، تحكي لنا عن التحضيرات للفعالية، كيف بلشت الفكرة، اختيار المكان، الإجراءات والآلية اللي طبعا اتبعتوها؟ طبعا الفكرة موجودة على مدار السنة. نحن عم نساوي مبادرة بمناسبة يوم المرأة العالمي. طبعا التحضيرات بلشت تقريبا من شهرين، بلشنا نجمع أفكارنا، حددنا المكان، كان هدفنا دمشق القديمة بس كنا محتارين كذا مكان. وصلنا لقرارنا بخان أسعد باشا، ضفنا بعض الأفكار كالمسير والتجمع وفكرة الهدايا وفكرة الكشاف. بالأخير الحمد لله طلعت لوحة متكاملة. نعم، يعني امبارح كان مسير من خان أسعد باشا رغم الظروف، ولا كيف انطلقتوا؟ المسير كان هو بداية سوق الحميدية لوصولا لخان أسعد باشا. كان يعني كان المسير كان هو بضمن هذا الطريق المستقيم. تمام، خلينا نروح، رح نكمل حديثنا معكم، ولكن رح نروح لنشوف المسير يلي انطلق امبارح مع زميلتنا ريم سليمان. بلش تجهيز للفعالية من شهر وأكثر كمان. هي الفعالية برعاية وزارة الثقافة، وزارة السياحة ومحافظة دمشق. قام فيها فريق عمرها التطوعي، حملت اسم خبز وورد بمناسبة يوم المرأة العالمي اللي حددته دول العالم هو 8 آذار. ويوم المرأة العالمي هو سموه خبز وورد بسبب ثورة قامت ضد بوقت معين وحرقوا النساء وكانوا حاملين خبز وورد. سويناه، بدأ أول شيء بمسير من صلاح الدين لحد خان أسعد باشا، قادوا الكشاف سوريا، تضمن بما يقارب 400 امرأة، وهدلون النساء حيكون معاهم كوبونات، هدلون الكوبونات حيبادلوهم بهدايا.
دائما نحن عندنا توجه بالإضافة للشباب ولفئة الأطفال، نحن في عندنا توجه احترام، بنعتبره احترام للمرأة وتقدير لدورها بالمجتمع. هي حدا ما المجتمع ممكن ما أنصفها، نحن عم نحاول بقدر الإمكان نعبر عن شيء ممكن تقدير امتنان، نوصل لها رسالة إنه هي جزء كتير مهم بهذا المجتمع وهي أساس وعمود من عمدة الأساس بهذا المجتمع. يعني مثل ما شفنا أجواء فيها شباب وفعلا حاملين قضية وتقدير للمرأة السورية بيوم المرأة العالمي. محمد، خلينا نحكي مين شارك معكم بهي الفعالية وكيف كانت الأجواء، كيف كان ردود فعل العالم لما شافوكم؟ هلا كان معنا نحن، كانت الفعالية كلها تحت رعاية وزارة السياحة، كان بالتعاون مع وزارة الثقافة ومع محافظة دمشق. كان معنا عدد كبير من الشركات الداعمة اللي قمتنا هدايا لكل هالمشاركات، وطبعا قدرنا من قبل بيومين من الفعاليه قدرنا نغطي عدد المشاركات 500. كان عندنا 10 مراكز توزيع بطاقات الفعاليه حول مدينه دمشق بكل الاحياء. قبل يومين بالضبط توزيع الكوبونات كان منتهي، حتى في ناس اجوا على المسير واشتركوا ضمن المسير بس بدون كوبونات لانه العدد كان ممتلي. طوعوا لحالهم لانه بالاخير ما فيك تمنع اي حدا، هو يوم المراه والمراه لما تشارك نحن بنحط على راسنا. اكيد نعم. يعني كمان خلينا ننتقل غير خبز وورد اللي انتم طبعا شاركتوا فيها، الاولى مثل ما حكينا تحت الهواء بالبرامكه كانت واحد، والثانيه هي بالطريق المستقيم تحت باشا. في مشاريع ثانيه انتم قمتوا فيها كفريق عمل تطوعي، نحكي عنه شوي. تماما. نحن كفريق عمرها التطوعي عندنا فعاليات سنويه دائما هاي مكرره، مثل عندنا شيء بعيد الحب هذا دائما نتجه له، بس طبعا نحن بشيء بعيد الحب ما بنتجه فيه مثلا انه للعشاء، لا نحن بنتجه فيه مثلا مشافي الاطفال، لدور المسنين، للامهات، للعمال، هدول بنوزع لهم الهدايا. عندنا شيء على رمضان اللي هو شهر الخير بالاضافه لعمرها بمحبه اللي هو افطار جماعي لكثير من الفرق التطوعي، هذا الشيء كمان سنوي. عندنا شيء على رمضان، على خلينا نقول على الشتاء مثل هو سلام ودفاء اللي هو كمان بيكون في تكريم للفنانين اللي بيدعمونا بهاي الفعاليه اللي نحن فيها، بنوزع التياب للناس. عندنا كثير فعاليات سنويه. هلا مثلا عندنا شيء بالجامعه، صرنا شهر ونص بالجامعه مستمرين لشهرين او اكثر، هاي الفعاليات كلياتها خلينا نحكي عن شيء انه في دورات برا بتتقدم مبالغ ماديه مثلا خلينا نقول بين 30 لل 40 الف، نحن عم نقدمها بشكل مجاني بالكامل ضمن جامعة دمشق. هذا الشيء ضمن المشاريع نحن الخدمية اللي بنقدمها لطلاب الجامعة ضمن مشاريعنا. طب خلينا نحكي يمكن اسم فريق عمرها التطوعي أول شيء بياخذنا لوهلة إنه هو مرتبط بمواضيع اقتصادية، مشاريع اقتصادية، لكن المضمون عم بيكون هو تطوعي وإنساني واجتماعي وخيري. هل فكرتوا بشيء له علاقة بالتعمير بأعمار سوريا؟ طبعا اعمار سوريا لا يشمل اعمار الحجر، هو اساسه اعمار البشر وخصوصا الشباب السوري. اليوم فريق عمرها التطوعي يستهدف تنميه الشباب السوري اكاديميا وتنمويا. اليوم نحن على مدار 3 سنين تقريبا قدرنا نوصل لاكثر من 20,000 شاب سوري، قدمنا لهم خدمات تنمويه، دورات مهارات حياه، بالاضافه لدورات اكاديميه بمجالاتهم الجامعيه. طبعا هذول الشباب السوري اللي نحن قدرنا بمفهوم العامية نعمرهم، نعطيهم خبرة زايدة بالحياة يعني. بالضبط. هن بعد شوي بعد ما يتخرجوا عندهم إمكانيات وعندهم خبرات يقدروا يكملوا ويقدروا يساهموا بعمار الحجر لأنه بالأساس نحن عمرناهم. نعم. يعني كمان محمد خلينا نحكي عن عمر فريقكم، كيف عم يكبر شوي شوي، كيف بلشتوا وكيف هلأ وصلتوا؟ تمام. نحن انطلقنا بالشهر التاسع بال 2015. هاي الانطلاقة كانت فعالية للأطفال،
نحن فريق عمرها تنمية طفولة شباب عمل مجتمعي، انطلقنا بفعالية الأطفال، بعدين انطلقنا اللي هو العمل خلينا نقول الإغاثي اللي بالشتاء. طبعا صرنا نطور حالنا كل سنة، بتعرفوا انه الواحد ما بيجي خبرة كاملة، خبرات صارت تتراكم، صرنا نتجه من العمل التطوعي العادي للعمل الاحترافي. يعني هلأ نحن الفعالية وقت بدنا ندخل فيها هيكون فيها شيء جديد، هيكون فيها ميزات. نحن أكتر شيء بنحاول نساوي بفعالياتنا انه الناس اللي بتجي مو بس انه تجي مثلا تجي تنبسط، لا بتجي بتنبسط، بتجي بتاخذ هدية، وخلينا نقول بيوصل اسم عمرها لأكبر عدد ممكن من خلال المحبة اللي بننشرها. طب محمد، يمكن فريق عمرها التطوعي فرقة أو مجموعة من كتير مجموعات خلقت طبعا بالأزمة اللي مرت على سوريا، شو بيميز هيدا الفريق عن باقي المجموعات؟ يعني شو تتميزوا كفريق عمل؟ طبعا مفهوم التطوع هو مفهوم حديث ظهر بالأزمة السورية. نحن ما كنا نسمع بشيء اسمه عمل مجتمعي من قبل. فريق عمرها التطوعي قدر ما يتخصص، قدر يكون عم يلعب بالعموم. يعني اليوم نشوف جمعية مختصة بالطفولة، جمعية مختصة بالإغاثة، جمعية مختصة بالشباب، لا نحن كشباب فريق عمرها قدرنا نغطي كل هالمجالات. يعني على مدار السنة حوالي 20-25 فعالية قدرنا نغطي مرأة، طفولة، شباب، تنمية، إغاثة. يعني هذا إنجاز للفريق. تمام. حلو، يعني قدرتوا تجمعوا كل هالشغلات لتقدروا تحققوا الهدف اللي هو دائما الهدف من العمل التطوعي، هو هدف نبيل وإنساني. خلينا أيضا نحكي عن الدعم، كيف بتدعموا بعض، كيف بتشتغلوا مع بعض، قديش التعاون مهم بينات بعض، وهل هناك دعم من أي مؤسسة حكومية أو جهة أخرى؟ تماما. هلأ نحن خلينا نحكي على هاي الدعم. الدعم نحن عم ناخذه من المؤسسات الحكوميه اللي هو عن طريق الموافقات. طبعا كثير عم يساعدونا، طبعا هذا الشيء اللي عم يقدموا لنا اياه خلينا نقول اجى مترافق للشيء اللي عم نشتغله. يعني وقت الحدا بيكون عم يشتغل شغل منيح فالحكومه اكيد حتدعمه بالموافقات، حتسهل له هاي الموافقات. اما خلينا نحكي على الدعم المادي، نحن الدعم المادي مثل ما شفنا بهاي الفعاليه نحن معنا شريك استراتيجي، راعي الماسي، راعي ذهبي، هدول الاشخاص كلياتهم بيشاركوا بهاي الفعاليه. نحن كل سبونسرات هن سبونسرات خلينا نقولون، هدول السبونسرات بيشاركوا بهاي الفعاليه وبيدعمونا فيها. عندنا هلا على عيد الام مثلا بدنا ننزل نوزع لنساء هدايا، ففي سبونسر عندنا صار انه خلص فريق عمرها انا بنزل بقدم هدايا للنساء. طبعا نحن بالتعاون مع السبونسرات، السبونسر هو بينزل بيقدم الهدايا، بس نحن كفريق نحن صلت الوصل بيناتهم. هاي كدعم. هلا اكيد نحن بتواجهنا كثير مشاكل، يعني ما في شيء انه هيك بيكون سهل، بتواجهنا مشاكل مثل المكان وهيك قصص، بس نحن الحمد لله الشباب همتهم عاليه ومثل خليه النحل عم يشتغلوا، فهذا الشيء بخلينا نتجاوز كل هاي القصص. نعم. محمد، شو بتحب توجه كلمه لكل طبعا فريق عمرها التطوعي او لكل الشباب اللي حابين يتطوعوا بالفريق؟ أنا أول شيء بحب أتشكر جميع متطوعي فريق عمرها التطوعي على الشيء اللي عم يقدموه. كل شاب سوري اليوم قادر يوصل رسالة، قادر إلى جانب حياته الجامعية وحياة العمل والمهنية قادر يخدم المجتمع السوري. اليوم المجتمع السوري هو بمس الحاجة لخدمات الشاب السوري. يعني الشاب السوري اليوم يلي عم يطلع ويسافر ويخدم مجتمعات بالخارج، لا تعال اخدم المجتمع السوري. اليوم المجتمع السوري هو بمس الحاجة لإمكانياتك وخبراتك اللي عم تروح توظفها أنت بالخارج. نعم، يعني بدنا نتشكر وجودكم معنا لليوم، بدنا نتشكر ايضا جميع اللي عم يدعمكم ويساعدكم. موفقين بجميع الانشطه وان شاء الله منعمر سوريا سوا. شكرا لكم. نعم، كل امراه بألف خير يا رب. شكرا لوجودكم معنا. شكرا. زينب، لهون بتكون وصلت محطاتنا للختام يلي تضمنت محطات عديده عن الانشطه الثقافيه الفنيه اللي عم يشهدها نبض الشارع السوري. لكل المواضيع اللي بتحبوا انه نسلط الضوء عليها بامكانكم مراسلتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. صباحنا غير، موعدنا بيتجدد بتوقيت الياسميك اليوم الساعه 9 الصبح. الرحمة لشهداء سوريا، كل التحية لجيشنا الباسل على جميع الجبهات. يعطيك العافية زينب. يعطيك العافية سالي، ونتمنى تكون حلقتنا قدرت تحقق طبعا معلومة أو فكرة جديدة تفيدكم بحياتكم. مشاهدي صباحنا غير، أكيد لتطلعوا على آخر الأخبار وأبرز الأحداث ابقوا برفقة شاشة الأخبارية السورية بتغطيتها على مدار الساعة. لكل حدا حابب يشاركنا بأي فكرة راسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك، ودائما حضرونا 9 الصبح والإعادة 1 بالليل.
الليل. أكيد نتمنى طبعا النصر دائما لرجالنا الأبطال وخاصة اليوم بالغوطة الشرقية. وأكيد منقول يا رب الله يحميكم يا شباب وينصركم، الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، وباي باي.